ابراهيم هيلز روح على الباسكت بينه. اوه كثير حلو. اوه هون كمان تيرن اوفر مش بوقته. ولاحظوا بالمباراة الرياضي وان اس اي مبروك لبطل البلاد الفريق الرياضي. وهون عم يستعرض براين هيلمز صار الكرة هون حلو ستيل ميل هذا بيعرف كيف وين بيحط السلة على اليمين على الشمال او من النص وبرد عليه سريعا نقطة هنا من جديد. مباراة حلوة براين لاجوت سايد وي كمان ما بينجح ذلك يوصل بيعمل الريباوند بيقول اكيد طبوا بسرعة عليه ليجربوا ليجبروه بالتر اوفر براين هيلر براين حلوة التمريرة حلوة كثير يعني تقريبا اليوم بالجيم منه الجول بعد براين أخذ التسديدة ال 15 لإله بهالموطن براين هيلر بيلعب تحت يعني هاستر بكل معنى الكلمة عطيه مهمة دفاعية على براين هيلر بركب له البيك ديريك نيوتن بياخذ التسديدة حلوة كثير كيف طلع الآن عم بنمش على التمريرة بمر لبراين هيلر براين بيك من مايكل صدع ذكي كثير كان بالسكرين ديريك نيوتن لمرة براين براين رح يسدد أنا برأيي هيدا الشيء اللي عم يعمله بيسدد الريباوند محاولة وهون نقطة جوي لبرا على ديريك نيوتن الفرق 10 ديريك كمان تسديدة ثلاثية كبيرة بمر الهيثم الحلو طب استمروا براين هيلز بيخترق براين هيلز بيخترق البيس لاين بتأجر براين هيلز لديريك نيوتن تسديدة ثلاثية هيلمز هو عم يكون اذا صانع العاب فريق ان اس اي بهالوقت بعد خروج جوي زلعوم ودخول لتيم سعيد على البوزيشن 2 تحت السلة حلوة كثير ذكية تمرير بمجمع فؤاد شيب الرياضي بيكوني هون بحاول يوصل تحت السلة وهيدا الشيء اللي لازم يعمله فريق ان اس اي 14 كمان مرة ما بيسجل سليم عرض البلوك شوت هيلم صار على الفاول هيلم كاونتد كيف ضيع هالايزي 2 بوينتس بالوقت فريق ان اس اي جوي بحاول يرد وبيرد جوي زب جيمي نخلي كنا عم نشوفه كمان عم يلعب على البوزيشن 4 عند فريق ان اس اي لا فريق ان اس اي مع نيوتن وهون بيسجل يكون على البوزيشن 1 براين هيلز تسديدة ثلاثية ما بيسجل توفلي اوفنسيف ريموند لهارفي 18 سنتي زيادة لأنترانيك مقطوعة وانطلاقة هيلمز فاول باسكت كاونتر خلونا نشوف تواصل ممتاز على السلة هون والله طريقة سجل فيها ما بيسجل ريموند جون ليك مخلوق عدد بلوك شوت من كالفين جودفري براين هيلر بيسجل بطريقة صعبة كتير ثلاثة وعد تذكر انه جوردن ديفيس بعبد له اثنين اسس بس لعد الرقم عليه مزهر من ناحية الاسس مباراة واحدة على كل 3 بوينت بيسجل نيو مع ثلاثياته القاتلة وصل لجودفري كمان بياخذ الثلاثية مش معقول اثنين يا ناس ايه عم بيدوق من جديد براين بيوصل تحت السلة لجودفري فينش شوفوا زون 2 3 على الانباوند تحت السلة الكوتش جو بينقل على زون 2 3 تسديدة سريعة من جوي هون مقطوعة من براين بينطلق سريعا براين اول ذا واي بيسجل براين هيلمز هداف المباراة الطويلة والثلاثية كمان من فوق براين هيلمز 19-12 براين هذا حيرد على امير بول اب جامبر حلوه كثير كمان
بذكر كريم زينون مع بيشارك اليوم لأنه موجود مباراة وحدة جراء الأحداث اللي صارت أكيد في مباراة الأنطونية والرياضي وفيري جود شوت مع ثلاثة جانب مميزين ولاعبين محليين كمان عندهم إصرار كبير وهون عم بيسجل براين هيلمز جورج إيف أكثر فترة أكيد عدوا فيها الجمهور اللبناني لما لعب مع فريق الحكمة وهون كمان مرة جديدة كاونتد أند لكن الله صف فريق أن إس إي نيوتن عن ال 3 بوينت ما بيسجل تبقى الكرة لفريق أن إس إي نيوتن كمان محاولة تانية على الطويلة بيسجل هالمرة ديريك نيوتن لفريق الرياضي حرب ثلاثيات مع طلاع الكورتر الثالث بيكسرها هون ب 2 بوينتس ما بده الطابة كثير هايك إذا لاحظتوا تسديداته بتكون دايما كاتش أند شوت أو بيستلم بدرة تحت السلة بيعمل الفيك وبيسجل مثل هون نيوتن بيترين شوت بيسجل كمان بداية قوية لفريق الرياضي ويحتفل أكيد مع جمهوره بأحلى طريقة سجل هون براين and pull up jumper حسن أكثر من السكور بهالمباراة بتذكر لقاء ذهاب الفريقين كان انتهى بفوز الرياضي 88-50 بمجمع فؤاد شيبي جوني هون كمان عند فريق الرياضي في لاعب واحد بس بتذكر ثلاث أخطاء وهو بلال